شوفوا أصدقاء، كونيكسيو شوية ضعيفة. دابا كنقول لكم مباشرة، يعني بعض الشباب من أبناء رأس الماء كيعوموا، يعني بحال اللي كيغامروا الحقيقة. يقول لي votre connexion est faible. هذه صور مباشرة. شوفوا أصدقاء، إلا كيبانو لكم هاد الصور المباشرة ديروا شي تعليق ولا باش نعرف، حيت الكونيكسيو كتمشي لي بقاطع. شوفوا أمواج البحر، كتعوموا في هذا البرد ما كتحسوش بالبرد؟ اللي بيتنظروا ما كيعرفوش يعوموا، ولكن راه البرد. انتم يعني متخناجه ما كتحسوش يعني بالبرودة؟ الماء سخون، الماء سخون، كل غربي ما كيكون سخون. لو كان الماء ما سخونش ما كنتش غادي يعوموا. ما يقدرش يعوموا كما كتشوفوا. لي متر ناجور كيقولوا لك الماء راه سخون بالنسبه ليهم، ولاني انسان عادي وكذا راه ما يمكن له شي يعوم هنايا، غادي يغرق ياك. كيف كيدير الميرا ولا؟ هضر في المباشر. الميرا خلي الميرا اللي يعوم هنا يموت. اللي يعوم هنا يموت. صافي ستي تاع البحر مالك. اللونزون ديالي شي 66 واحد. اللي سلكتو هذا الصاد. اللونزون 1 حتى اللونزون 4. اللونزون 6 واللونزون 7 8 بدو في غرقوا فيها شي 32. شحال اللي غرقوا هذا العام في راس الماء؟ شي 73. 73 واحد هاك في المجموع التوتال. واش هنايا ولا حتى في الشط؟ لا في الشط، غير في الشط. غير في الشط. وبالنسبة كاين شي تعويض السلطات واش كتعطيكم شي راتب على حسب اللي كتحملوا الإنقاذ هذا المواطن اللي كيكون في حالة غرق وكتخرجوا؟ واش عندكم شي مثلا شي شهرية ولا بحال هكا؟ شهرية غير موسمية وصافي. فصل الصيف، فصل الصيف ما يعقلوش عليه. يقول لك كتخدم كنخلصوك. واش خدام باش نخلصوك؟ ما خدامش. المالية، كيفاش نخلصوك؟ المالية واش تخلص فيها هكا أنت ما خدامش؟ بالنسبة مع الوقاية المدنية كتساعدوهم. كيقول لك اللي بغى يخدم يتوظف معنا على رسمي يجيب البكالوريا، شهادة البكالوريا وفيرمي ويدخل يتوظف إلا بغى. ولكن الأغلبية حنا كنديرو الكفاءة وما عندوش هاد الشهادة. الأغلبية حنا كنديرو لي متر ناجور غير باش ندبرو على رسمنا. جاوريات ديال الخارج والله المرض والله اللي كان راه كون كتموت سلكها ولا نرجع عاود تقول لك الله يقول لك الغراب كان غادي يموت عادي. الا مشات اوروبا على حسن الوقايه النار وتكر في تبدا والله نتمناو الخير ان شاء الله. الشمامي ديال الناس احسن، الدنيا خير، الله ما يدوم حتى حاجه فعلا. كتشوف شحال كيكون غادي